بعد المعاناة الكبيرة التي كانت تعيشها منطقة التحفير في إدلب من نقص في المياه الجوفية وغلاء في أسعارها، قدم البرنامج الإقليمي السوري وبالتعاون مع المجلس المحلي للمنطقة مولدة ديزل قامت بضخ المياه إلى المنطقة. وكان لنا الحديث التالي مع مدير محطة المياه فيها. هذه المحطة التي ما زالت تعمل حتى الآن منذ شهر بعدما قامت الإقليمي السوري والبرنامج الإقليمي السوري بدعمها بمولدة ديزل. هذه المولدة تقوم بضخ المياه إلى البيارة ومنه إلى الصهاريج ومنه إلى المواطن بأقل سعر، يعني يبلغ سعر الصهريج واصل للبيت حوالي 750 ل 800 ليرة، طبعا حاليا مع غلاء مادة الديزل. إلا أن هذه المحطة تقوم بأتم وأكمل وجه وأفضل عمل إن شاء الله مع كادر مؤلف من 3 موظفين ومدير المشروع. نقوم ليلا نهارا إن شاء الله إن شاء الله بتلبية حاجات هذه الناس بالماء. كما أكد رئيس المجلس المحلي للمدينة على أهمية المشروع بإيجاد الحل النهائي للمشكلة التي عانت منها المدينة، ومن حيث إعادة الثقة إلى الأهالي بالمجالس المحلية وهيئاتها. هذا المشروع اللي خلى المواطنين بشكل عام تزيد الثقة بالنسبة لعمل المجالس المحلية في المنطقة. هذا الأمر اللي خلى الناس يعني فعلاً نحن بنشكر البرنامج الإقليمي على دعمه بهالمولدة وإعادة الثقة للمواطن من خلال المجالس المحلية وتوسع شعبية المجالس المحلية. ووجه المستفيدون من أهالي المنطقة الشكر للقائمين على المشروع كونه وفر عليهم تكاليف باهظة كانوا يضطرون لدفعها سابقا. كان يوصلنا الصهريج ب 1500 ليرة، بس جت مولدي عن طريق مؤسسة خيرية وقاعد يوصل الصهريج ب 700 للمواطن خالص مع أجار المي والجرار. ونحن بنشكر كثير الشكر للمؤسسة الداعمة بالمولدي ونطلب منهم يضلوا مستمرين بالدعم والله يوفقهم. عدد كبير من المدن الأخرى في ريف إدلب بحاجة مولدات من هذا النوع. تحاول المجالس المحلية سد الحاجة قدر الإمكان، فهل تستطيع تلبية حاجات جميع المناطق؟